هلا everyone, هاوز ات جون ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال واحده من اهم الحاجات اللي لازم تكون متمكن فيها في الانجليش هي الفوكابلري فوكابلري معناها هي المصطلحات او الكلمات بتاعه اللغه الكتاب اللي معانا النهارده اسمه 4000 essential english words اهم 4000 كلمه في اللغه الانجليزيه الكتاب ده من اقيم الكتب الخاصه بالفوكابلري اللي موجودة حاليا الكتاب ده بيدرس الكلمات بشكل متقن جدا وبشكل قيم جدا هقول لكم ازاي دلوقتي الكتاب ده مقسم كلمات اللغة الانجليزية او بيدرس كلمات اللغة الانجليزية من اهم الكلمات او اكثر الكلمات استخداما الى اقل الكلمات استخداما يعني هو مقسمهم الى اربع تلاف كلمة او هم جايب اهم أربعة تلاف كلمة بيتم استعمالهم في اللغة الإنجليزية ومقسمهم في مجموعة من الكتب وبيتناول الكلمات دي من الأكثر استخداما للأقل استخداما فمهم جدا إنك تبدأ معايا الفيديو ده وتمشي معايا في المنهج ده من أول بوك 1 اللي احنا هنبدأ ندرسه مع بعض لحد ما نوصل لتقريبا بوك 6 أي ثينك طيب خلينا نبدا مع بعض كده ونشوف ايه اللي احنا ممكن ندرسه في الكتاب ده الكتاب ده بيدرس لنا او بيقدم لنا الفوكابلري بشكل قيم جدا الكتاب ده متقسم ل 30 يونتس زي ما هنشوف حالا ال 30 يونتس هم 30 وحده كل واحده فيها 20 كلمه 20 words كل كلمه هو بيديني بيحط لي جنبيها الصوره بتاعتها بحيث يبقى المفهوم واضح بيحط لي ترانسكريبشن الرسم الصوتي للكلمه جنبيها بيديني الميننج بتاعها بالانجلش والميننج بيدهولي فيري سمبل بسيط جدا وسهل وكمان بيديني كمان اكزامبل مثال على الكلمه كمان بيكتب لي نوع كل كلمه جنبيها تمام طيب الاهم من كده انه بيعمل اكسرسايز على الكلمات بعد كل يونت وكمان في ستوري على كل يونت او بعد كل يونت بيبقى الستوري دي موجود فيها الكلمات اللي انت درستها في اليونت كل ده ان شاء الله هنحاول نشتغله مع بعض احنا هنبدا بدراسه الكلمات مع بعض واهم حاجه لازم تشوف الفيديو للاخر علشان في نهايه الفيديو بيكون في براكتس على الكلمات دي والبراكتس ده او الاكسرسايز هو اللي بيحدد اذا كنت قدرت افهم الكلمات بشكل صحيح او لا خلينا نبدا كده سريعا ب بيونت 1 الورد ليست بتاعتي هنا بتبدا لي بكلمه اسمها افريد 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 خلي بالك الصوت ده او الرمز ده هو شوه ساوند لاحظ ده بيسميه الرسم الصوتي او ترانسكريبشن الحاجة دي في الانجليش اسمها ترانسكريبشن او الرسم الصوتي ايه لازمته او ايه فايدة الرسم الصوتي او الرموز الصوتية فايدتها ان انا الرموز الصوتية بتبقى ثابتة فلو انا وانت اختلفنا في نطق كلمة برجع انا وانت للديكشنري او الديكشنري للقاموس وبنشوف الرموز الصوتية وبناء عليه بنشوف مين اللي نطقه صح ان شاء الله في دراستنا للفوكابلري هنبدأ نتعلم مع بعض بعض الرموز دي والرموز دي هتساعدنا في ان احنا نتعلم انجليش بشكل كويس جدا بالذات موضوع الفونكس او الصوتيات الاي المقلوبة دي اسمها شوا ساوند بتتنطق اه افريد مش افريد afraid ال دي -E كرمز صوتي هي رمز لي اللونجة a اي اللونج اي هتتنطق اي فتبقى afraid afraid طيب كلمة afraid دي adj دي ADJ دي معناها adjective صفة اوكي طيب معناها ايه زي ما احنا شايفين في الصورة afraid انت فهمت ايه من الصورة بيقول لي when someone is afraid they feel fear عندما someone شخص ما is afraid لو شخص afraid they feel fear هما بيشعروا بالفير الفير اللي هو الخوف يبقى كلمة afraid معناها feel fear خائف example The woman was afraid of what she saw. The woman was afraid of what she saw. يعني السيدة كانت خائفة مما رأته. الفعل سو so هو الفعل الباست بتاع سي سي يرى الباست سمبل سو so". The woman was afraid of what she saw الكلمه اللي بعد كده هي كلمه agree agree خلي بالك من الترانسكريبشن وعندي الاي مع نقطتين ده رمز للونج اي e. الصوت so ده هو اي e. اي e. agree what does it mean agree معنى كلمه agree to agree is to say yes or think the same way to agree is to say yes or to think the same way إنك تأجري إنك تكون أجري معناها إنك تقول نعم أو think the same way أو تفكر بنفس الطريقة فكلمة agree معناها بالعربي موافق مثال هنا example A بيقول the food is very good the food is very good in that restaurant. يعني الطعام جيد جدا في هذا المطعم بي بيرد عليه بيقول له i agree with you i agree with you يعني انا موافقك لو انت حد بيقول رايه انت موافقه في الراي هتقول i agree with you عكس كلمه agree disagree يعني غير موافق فلو انت بتقول حاجة وانا مش موافقك في الرأي هقول لك I disagree with you I disagree with you هروح بعد كده للكلمة اللي بعد كده هي كلمة angry 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 what do you think the word angry mean آه. Uh, الرمز ده كرمز صوتي هو الصوت ا أه. ا أه. ان بص هنا الرمز ده angry 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 يعني تعال نشوف مع بعض الميناء بتاع كلمه angry بيقول when someone is angry لما شخص يكون angry they may want to speak louder or fight شخص لما بيكون angry بيبقى want to اللي عندي فعل want يريد want to يريد ان want to speak يريد ان يتحدث loudly يعني بصوت مرتفع وكلمه loudly بتنطق loudly, loudly بصوت عالي والكلمه دي adverb حال لان الحال في الانجليش غالبا بيكون منتهي ب l y فلما تكون angry أو لما يبقى شخص angry بيبقى الشخص ده want to speak بيبقى عايز speak loudly يتكلم بصوت عالي or fight fight يعني يتخانق أو يتعارك وال I هنا long I G, H silent أخذ مثال example she didn't do her homework she didn't do her homework فعل didn't do يعني لم تفعل do تاخد homework أو homework تاخد الverb do do homework التنس بتاع الجملة دي هو past simple negative ماضي بسيط negative didn't دايما بعديها infinitive verb يعني فعل في المصدر خلي بالك وإحنا بنشرح الفوكابلري هنقول نقط grammar مهمة جدا لو سجلتها هتستفيد جدا 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 في الفيديو ده طيب لما بقول she didn't do her homework she didn't do her homework يعني هي ما عملتش الواجب بتاعها so so معناه لذلك her father is angry her father is angry her دي possessive adjective صفة ملكية عايدة عليها هي بقول لذلك باباها أو والدها is angry يعني غاضب كلمة اللي بعد كده هي كلمة arrive 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 الاي مع الاي زي ما انت شايف او الرمز ده اي arrive لاحظنا كمان ان هنا في اي e في الاخر ولكن ما تنطقتش طب انا اعرف منين ان كانت انا مثلا هختلف معاك وهقولك مثلا دي بتتنطق arrive وانت بتقولي لا هي بتنطقها arrive طيب يبقى الفيصل بيني وبينك هو الترانسكريبشن بتاعها او الرسم الصوتي هل بعد ال في صوت تاني؟ لا مفيش لو لاحظنا هنا بعد ال -V مفيش صوت وبالتالي يبقى كده عرفنا ان ال -A مش هتتنطق في الكلمة دي فالكلمة دي اسمها arrive what does it mean arrive معناها ايه to arrive is to get to or reach some place to arrive is to get to or reach some place انك to arrive معناها get to get to معناها يصل نفس معنى كلمة arrive أو معنى كلمة reach وده برضو نفس معنى كلمة arrive reach يعني يصل ف to arrive is to get to إنك تصل لمكان ما ناخد example the bus always arrives والتنس في الجملة دي هو present simple كلمة always كلمة دل على ال present simple و arrives ضفنا اس على ال verb عشان subject بتاعي the bus كلمة arrive معناها يصل المثال عليها زي ما احنا قلنا the bus always arrives at the corner of my street at four the bus always يعني الاتوبيس دايما arrives يعني بيصل at the corner of at the corner يعني على النصيه بتاعت شارعنا زي ما اتفقنا قبل كده ان ماي دي بسميها possessive ادجكتيف صفات ملكية وكلمة ستريت معناها الشارع ودي ناون وناخد معلومة جميلة ان قبل الساعة في الانجليش بحط ات ات فور اوكي طيب هروح لي الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة اتاك 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 to attack is to try to fight or to hurt to attack is to try to fight or to hurt انك ت attack معناه to try to fight try to يعني يحاول تاخد حرف الجر to بعدها infinitive try to do something حاول اعمل حاجة انك try to fight انك تتخانق او تتعارك او to hurt انك تأذي حد وده معنى كلمة attack وكلمة attack معناها يهاجم The man with the sword sword noun معناها السيف الرجل اللي معاه سيف attacked يعني هاجم the man the other man first الرجل الآخر في الأول أو بداية The man with the sword with the sword attacked the other man first the other لاحظ إن هنا دي نطقتها the مش the عشان كلمة other بدأ بفاول يبقى the بتتنطق على the عادي ولكن لو جي بعديها كلمة بدأت بفاول A E I O U الكلمة دي كلمة the هتنطق the 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 other the other أروح للكلمة اللي بعد كده وهي كلمة bottom 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 the bottom is the lowest part ال bottom عكسها كلمة top كلمة bottom معناها القاع عكسها كلمة top اللي هي القمة وهي the lowest part والمكان المنخفض. When someone, one minute ناخذ example, the bottom of my shoe, the bottom of my shoe has a hole in it. The bottom يعني قاع أو أسفل الحذاء بتاعي has a hole يعني في ثقب. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة clever. clever. clever when someone is clever لما شخص بيكون clever الشخص ده they can solve a hard puzzle or problem they can solve a hard puzzle or problem لما الشخص بيكون clever الشخص ده بيقدر solve يعني يحل hard puzzles puzzle يعني الالغاز الصعبه او problem yani mushkila Kalma illi ba'd keda 'andi hiya kalimat cruel k r ramz da yidini the long u oo cruel 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 yani when someone is cruel they do bad things to hurt others when someone is cruel they do bad things to hurt other لما يبقى الشخص cruel الشخص ده do bad things يعني بيعمل اشياء سيئه to hurt علشان يؤذي الاخرين كلمه cruel معناها قاسي او متوحش the cruel man الرجل القاسي yelled yelled means shouted فعل يلد معناها shouted يعني زعق صاحة at his sister yelled at his sister يعني زعق أو صاح في وجه أخته آخر كلمتين عندي في البيج دي finally finally وكلمة finally كلمة كلمة adverb adverb يعني حال أو ظرف if something happens finally لو حاجة بتحصل finally في النهاية it happens after a long time or at the end يبقى finally معناها في النهاية لو الحاجة كلمة finally معناها to happen after a long time إن حاجة تحصل بعد وقت طويل أو at the end وخلي بالك إن كلمة end هنطق قبليها The end The end مش The end عشان بادئة بفاول زي ما اتفقنا آخر كلمة في البيج دي هي كلمة hide ها اي د ده. ده الرسم الصوتي للكلمة الرمز ده في الرموز الصوتية هو رمز long أي هاي Hi. كلمة hide معناها To hide is to try not to let others see you معناها إنك تحاول إنك ما تخليش حد كلمة let معناها يدع أو يسمح others الآخرين see you إن هي تشوفك To hide is to try not to let others see you Example the other children the other children كلمة other بيجي بعديها plural noun the other children will hide يعني سوف يختبئوا while معناها بينما you count to ten you count to one hundred the other children will hide يعني الأطفال الآخرين will hide هيختبئوا while you count to 100 ممكن احنا بنلعب اسمها hide and seek اللي هي لعبة بنعد العشرة او 100 او مية whatever هي دي معنى كلمة hide بمعنى يختبئ كده تكون انتهينا من اول جزء في unit 1 ما تنساش لو الفيديو عجبك اضغط لايك like للفيديو واستنانا في الفيديوهات اللي جاية وتابع معنا اهم كورس فوكابلري ممكن تدرسه كورس مهم جدا مميز جدا بيقدم لي كل كلمة معاها البيكتشر بتاعتها علشان تبقى الصورة واضحة بيقدم لي مينينج لكل فوكابلري وكمان بيبقى معايا مديني اكسامبل وبعد ما نخلص اليونت دي كمان هيكون في اكسرسايز على كل الفوكابلري اللي احنا اخذناها في اليونت Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye for now.